مشاهدينا نحن متابعين ام تي في لايف، وصلنا لفقره كثير مهضومه، بيوتي مع ليلى عبيد. اهلا وسهلا فيك ليلى. ثانك يو كريستال، هابي نيو يير. اول شيء انا كمان بدي اعاديك، وان شاء الله السنه تكون خير عليك. بعرف سنه الماضيه نهايتها ما كانت حلوه، بس ان شاء الله السنه الجايه ما تشوفي ولا نهار بشع. وبدي اقول هيدي طله كثير مميزه للام تي في بال 2024، يور بيوتي اليجنس اند كلاسي لوك. ثانك يو كلك سو، ميرسي. مدام ليلى، رح نحكي اليوم عن موضوع اكيد هلا كل البنات عم بيفكروا فيه وكل النساء، هو عن البشره تبعهم قد ايه معقول تكون تعبت من بعد هالفرصه الطويله. يعني بتعرفي الاكل ما بيكون منظم، بيكون في يمكن كميه الكحول كبيره، بيكون في ميك اب كل الوقت، وبيكون في كمان اوقات كثير بننام بميك اب. صحيح. كيف بتكون البشره بعد كل هالامور؟ خاصة للناس يلي كمان ما بتنام منيح، يعني مش بس بيناموا بالميك اب، ما بيناموا مزبوط، بقوموا تعبانين. الأكثر لهيدي الحلقة إنه نمنا بالميك اب، مش بس لأنه أهملنا، لأنه وصلنا مؤخرين وهيك بيكون الوقت كان طويل. إذا كنا عاملين ميك اب مع بروفيشنال بيرسون، يمكن يكون الكوفراج عالي ويكون استعملوا فاونديشن مات وكتير باودر ليضاين الميك اب، ولكن اذا كنا نحن حاطين الميك اب هيك خفيف ما بيكون ضرره قد ما نكون عند ميك اب ارتست يلي بتتقل اكثر شوي عند بعض الاشخاص. نوم بالمكياج بده يترك تعب، وبده يترك شيء هيك نوع من السايد افكت، يعني التعب بتقومي حسيتي الصبح انه تحت عينيكي تعبين، وجهك تعبين، ولكن اول ما بتغسلي وجهك بتحسي انه كانه صار في تجاعيد جديده بليله وحده. تعب تحت العينين ما في شك اكيد، لانه عمل كلوج لكل مساماتنا، بنقوم على بكره تعبانين. بقى خليني اقول شغله، انه يمكن نحن نكون فكرنا انه يوم واحد نمنا شو بدها تضر. اي شخص يو اكسبيرينس مع نفسك لما بتغسلي وجهك على بكره انه هالتعب موجود. رح ابتدي اقول انه نمنا وعينا بدنا اول شيء نغسل، بدنا نغسل بفوم، هالفوم لحتى هيك يرغي البشره، او بسوب بار من بعد منها، وخلي الفوم يكون فيه ساليسيليك اسيد او جلايكوليك اسيد. من بعدها بدنا نعمل سكرابينج قبل الماسك، يلي هو بخلي البشره انها تشيل الاوساخ من المسام. كريستال، لانه بتحسي مسامك بيبقى وقت طويل سو بيسكر المسام، سو من المستحب انه نعمل شوي سكرابينج. اذا عندنا برودوي سكراب بيكون كثير منيح، او بيلينج، واذا ما عندنا فينا نحط شوية براون شوجر مع بن نرغي البشره فيهم ونرجع نغسلها. او اذا ما بدنا البن وبيزعجنا ريحته، مثل بعض الاشخاص ما بتحب روايح البن على البشره، فيهم يحطوا اللبن ويفرفكوا وجههم فيه، او العسل يرجعوا يغسلوه بدون ما يفركوه ابدا. بينعمل السكراب حتى لو البشره جافه؟ حتى لو البشره جافه وجب هون، وحتى الكلينزر فينا اذا كانت البشره جافه نعمل دبل كلينزر. حلو سؤالك كثير كريستال، لانه دبل كلينزر بنحط مع الفوم او مع الكلينزر شوي زيت، او بنشتري دبل كلينزر. دبل كلينزر يعني كلينزر في معه زيت، في احط شوي بيبي اويل مع دي ماكيون، رغيهم هيك بايدي وارجع نظف البشره وارجع غسل. هيدا بيساعد كثير المسام انه ينضف، ولكن السكراب ضروري حتى فقط بس البشره الحساسه ما بنعمل سكراب. اما البشره الجافه اتس فيري جود، لانه بتعمل ستيميليشن للجود اويلز، للليبيدز المنيحه يلي هي بترجع بتحسيها انتعشت. اما تو مويشرايز، لما بكون نايمين بالميك اب وجب علينا تو مويشرايز اكثر من مره. يعني بحط الكريم مره من بعد ما اغسل وجهي، وخلال النهار برجع بحط مره ثانيه. الماسك هون ضروري، يعني بقول بدي احط ماسك اليوم لاني نمت بالمكياج، او لانه تعبت بالمكياج، صرت بالمكياج. شو نوع الماسك؟ اذا كانت بشرتي جافه او دهنيه او تو تيب دو بو او الميكس سكين، بدي احط اثنين ماسك. اول ماسك بده يكون بيعمل كلينزر، يعني بسموه كليننج ماسك، كلاريفاينج ماسك، اي ماسك منظف بحطه، بنطر 7 دقائق برجع بحط هايدريتنج ماسك.
شو معناتها؟ يعني الماسك المرطب والماسك المنظف. الماسك المنظف يعني بيشيلك ترسبات اللي بقيت بالبشرة، الماسك الهايدريتينج هون عم نشوف السكرابينج يلي حكيت عنه، أو وفينا من بعد السكرابينج فورا نحط الماسك. ومثل ما قلنا هيدا ماسك الفوي دو كولاجين من أحليهن قبل المكياج وبعد المكياج. يعني هون عم نحكي انه اول شيء بننظف البشره، صحيح، بعدين نعمل سكراب، بعدين بنحط المويسترايزر، بعدين نعمل ماسك. صحيح. ليش بنحط مويسترايزر قبل الماسك؟ لانه بتكون البشره كثير ناشفه، اذا عندنا حساسيه معقول الماسك يزعجنا، ولكن فيه حط الماسك وارجع حط المويسترايزر يلي هو اصح، لانه من بعد الماسك في بعض الاشخاص بحبوا الافي الماسك الموجوده فيها ما يحطوا شيء. سو فينا انه نحس كيف نحن نختلف بهالموضوع، بتكون قرار شخصي. هيدا الفوم يلي مهم كثير بعد الميك اب يلي بيساعدنا كتير انه البشره تستميل على الاشياء، ودائما بالكلينزر مفروض يكون في ساليسيليك اسيد او جلايكوليك اسيد. واذا بدي اعمل فيدينج للسكن، يعني بدي غذي بشرتي بهيدا النهار، عاده نفكر فيدينج يعني انه معناتها بدي احط كريم دو نوي دسم، لا، الفيدينج الاساسي هو فيتامين سي والريتينول. يعني بقول اليوم تعب وجهي بدي ارجع على المسام يفوت عليه مواد مفيده له، مثل ما حطيت الساليسيليك اسيد وجلايكوليك اسيد كمنظف، بدي احط هون الريتين اي او الفيتامين سي او الريتينول لحتى البشره تكون عم تتغذى. بيكونوا سيروم، بيكون سيروم بالنهار الفيتامين سي والريتينول بالليل. فيك تستعمل الفيتامين سي بالنهار اذا بدك تتعرض لاشعه الشمس؟ فينا وتحت الاكران توتال وهو ايديل، وفي حط فيتامين سي وانطر بعد دقيقتين ارجع حط كمان الريتينول. لليله وحده بكون عم بعمل دبل افكت على البشره، بكون عم ريحها. ولكن بدي اقول شيء، تاني يوم بدي اجرب انه ما احط مكياج. يعني ليه؟ لانه بدي ريح بشرتي، بدي اشيل عنها هالستريس. مش غلط انه اعمل نوم شوي لساعتين ثلاثة عود للبشرة، وبذات الوقت كون أنا منتبهة بتفاصيل شو معناتها أنه تاني يوم ما حط ميك اب، لأنه بدي ريح البشرة من الميك اب. حط كريم دو جور مرتين، والكريم دو نوي يكون مثل ما قلت يكون في مكونات يلي أنا بحاجة لها الأساسية. وإذا تعذر علي بحط نايت كريم يلي هو ريتش كريم. طيب الريد حول العيون، يعني مثل ما انت قلتي انه بيزيد اكثر بس تكوني مش نايمه او تكوني نايمه بالميك اب، شو بينعمل له؟ يعني كمان بينحط له فيتامين سي او بأزل فيتامين سي حد العيون؟ لهيدا التارجت بحديثنا في اشياء كثيره، مثل ما شفنا مرق هلا الكيوكومبر ماسك اللي هن دوائر الخيار، بتشوفي كيف بتقومي هيك بهالشكل عند بعض الاشخاص. دوائر الخيار مفيده اذا حطيناها بالبراد بكيس نايلون، ولكن انا بدي اعلم طريقه تانية. بدي احطهم بالميكسر، ارجع اهرسهم منيح، حطهم على العينين فورا على الشاشه، بنستفيد منهم اكثر لحتى نستفيد. واذا عصير الخيار اخذنا هالمزيج اللي عصرني وحطينا عصير الخيار، بحطهم على كومبريس، بحطهم على العينين من بعد ما يكونوا تشيلد، بحطهم بالبراد يعني ليبردوا. ولكن تعب حول العينين في طريقه تانية كمان، بجيب ملعقه بحط فيها موارد وبثبتها بالفريزر لحتى تعمل هيك تجلد، برجع بشيلها وبحطها على العينين لانه بتفيد كثير. وهيدي الطريقه مثل ما عم نشوف، اذا عملت ملعقتين على دقيقتين ما اتركهم كثير وقت لانه بحمر وبيحرق، لانه الثلج كثير على العينين بيحرق. سو بس هيك مرقه وبشيل، وفيها حط كومبريس موارد بقطن بأكيس نايلون، حطهم بالفريزر، شيلهم من بعد ما كون حطيت الماسك، حطهم على منطقة حول العينين ككومبريس على العينين، بيريحوا كتير. وبرجع بقول انه بهيدا النهار يلي بيكون تعبنا فيه لأنه في فرح، لأنه you are enjoying your time، الفرح هو بحلي. مش بالضرورة نقوم تعبانين، لأنه الإنسان بس يكون عم يستقبل سنة جديدة بفرح، عنده جو حلو،
التعب بيكون نسبته أقل من شخص حزين تعبين قاعد وحده ما عنده فرح ولو نام بكير رح يقوم تعبين. مزبوط. سو بفتكر يعني انه اهم شيء يعني كل شيء من جوا بتحسي فيه بينعكس لبرا، وهيدا اللي عم تشوفه مثل ما عم تشوف بهالصوره قد ايه حلو الميك اب هي ونايمه بس رح تقوم كثير تعبين لما بتغسل. هي المشكله بالميك اب بس يبقى على الوجه بالليل، انه الوجه بيفرز امور بالليل ومع الميك اب لانه الميك اب مسكر البورز فالافرازات بيضلون جوات السكن، هون بيصير في التهابات 100% التهابات حساسيه احيانا وايام ولا شيء غير انه تعب. والميك اب معمول ليقعد ساعات معينه على بشرتنا، يعني الفون دو تان بيقعد لثمان ساعات، مش لازم نحط اكثر من هيك. ولكن التعويض بشرب المي كثير مهم، بالاكل يلي فيه خضره وفواكه بهيدا النهار ثاني يوم نعوض بشرب مي يلي هو اساسي. وارجع اقول اذا انا حسب نوع الفاونديشن والباودر، اذا عم بستعمل الفون دو تان المات معناتها ثلاث ساعات ببلش يتعب الوجه. كيف ليكون وقت طويل؟ معناتها هون رح اوقع بتعب. اذا عم حط باودر كثير على الوجه رح اوقع بتعب، اذا عم بستعمل بيبي كريم ما رح يصير شيء. يعني خلينا ناخذ اشياء ببساطتها، يعني اهم شيء ما حدا ينام مع ميك اب قد ما يكون تعبان، قد ما نصلح يعني. قد ما نعمل ريكفري. شي مره عملتيها؟ مره واحده عن جد، مره واحده. انا ما بتحمل نام مع ميك اب لانه مزعج الشعور. واضح لانه يو هاف بيوتيفول سكين ذات يو ار تيكينج جود كير اوف. ميرسي. ليلى عبيد اهلا وسهلا فيك مثل كل اسبوع معنا ب ام تي في الايف. ناطرين الفقره الجايه اكيد رح يكون فيها تيبس كثير مفيدين لكل النساء يستفيدوا منهم. مشاهدينا واقفه ومنتابعه.